من أجل عالم مصري رقمي بالتأكيد كثير من الحراك حدث على هذا الصعيد في الآونة الأخيرة، والدولة المصرية ماضية قدما في مشروعاتها. مزيد من المتابعة تنضم إليها هاتفيا الدكتورة شيماء سيف النصر، مدير التدريب الخاص بالدعم الفني لشركات الاتصالات. أهلا بحضرتك دكتورة شيماء. أهلا بحضرتك فندم، أهلا بيك. تأكيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت سلط الضوء على الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أملاك الدولة في عدد من الوزارات والمحافظات، ودوما بيكون في إطلالات على ما وصلت إلى مصر في المجال الرقمي واستثماره بشكل كبير في هذا المجال، كيف تنظرين إلى ذلك؟ خليني اوضح لحضرتك ان وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بناء على انه التحول الرقمي لمصر او الوصول لمجتمع افضل، فالفتره دي حصل زي تحسين او تعزيز لتنميه البنيه التحتيه لتكنولوجيا المعلومات، وده طبعا بيكون لتحسين اداء الوزارات والهيئات الحكوميه او سواء لرفع جوده الخدمات وكفائتها من خلال تحسين بيئه العمل أو توفير دعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا اللي بتهتم في المجتمع بالتحول الرقمي والاستراتيجي. طبعا فيما يتعلق بأهمية أن يكون في مسار تدريبي رقمي معتمد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك حدث بقدر ملائم في هذا السياق. في حديث يتصاعد عن مقترح خاص بإقامة مدينة تعليمية افتراضية، كيف تحقق هذه المدينة وأدوات أخرى التطلعات المرجوة منها؟ طبعا الفترة الحالية بتتناول أوراق بحثية لمؤشرات التحول الرقمي أو الاستراتيجي، وده طبعا ليه قوة بالغة جدا جدا، وبنسلط الضوء الفترة دي على تعزيز فرص عمل للشباب، وعلى ان يكون في مدن خاصة بتعليم وتطوير الأجزاء الخاصة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حتى بقى الفترة دي ارتفاع استخدام مشتركين الانترنت فائق السرعة والاي دي اس ال 10.7 مليون للمشتركين حتى نهاية 2022، وأصبح طبعا في زيادة في مستخدمين الانترنت، وحتى بلغ عدد شركات الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الفترة دي 661 شركة في القطاعات الخاصة اللي بتتعامل مع الحكومة الإلكترونية والمدن نفسها الخاصة بالتطور الإلكتروني أو التطور الرقمي. أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة الدكتورة شيماء سيف النصر، مدير التدريب الخاص بالدعم الفني لشركات الاتصالات.